الضرس اللي بوجعك اخلعه واستريح منه. ما نسيتك يا أبو كريم ولا بنساك. أسرار شغلك كلها عندي. بدها تحكي مع ابنها. يعني بده إيانا نتجوز أنا وياه. ما سألتني شو اشتريتي ولا قديش صرفتي. أنس اتخانق مع صاحبه. ما إلنا نصيب مع بعض. نعم. بدي أزور هشام في السجن. مرتي ما بتروح السجن. أشوفك الليلة بالكافتيريا. حكيت مع ماجد وقلت له إنك مش موافق. مبروك يا عروس. ما تحكي بالأول. يلا كملي مشترياتك خلينا نحدد الميعاد. تخيل ولد صغير بتحكم بحياتنا ومستقبلنا يا زلمة ومصيرنا. شو علاقتك بالضابط أنس؟ أنس صاحبي وأخوي. لا عن جد هاد واحد قليل الأدب. صلاح حجزت القاعة وعملت الترتيبات كلها وأنا آخر من يعلم. وعلى إيش أنا جاي أبارك لك؟ متجوز واحد أصغر من بناتك وبدك إياني أبارك لك كمان؟ مفيش حدا بيرجع من أمريكا نظيف. إيش؟ إيش في؟ ماشي أنا بروح عند أهلي وبس ترجع برجع. برا بقول لك. تفضلي أنت برا. قلت لك ما تطلع من البيت يا سليم. تلعب من ورا ظهري. بسيطة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ يعطيك العافية سيد جمال. استريح. دكتور الفحوصات. يسلم وديك. هدول فحوصات ابنك. أيوة. تمام. بس راح كمان نطلب له صورة رنين مغناطيسي للتأكد. خير دكتور شو الحكاية؟ هدي حالك كله بس لزيادة الاطمئنان. أوكي. هاي الصورة تسويها بس تطلع نتيجتها تيجي علي. أوكي. يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور. الله يسعدك. الله يسعدك. ماما حبيبتي احكي معها تليفون. اطمني على فادي. اقول لك قولي له خلي يجيبوا عنا. ماشي. شو ما بيرد؟ جربي كمان مرة. كمان ما بيرد.
بهدلني وسمعني حكي بسب البدن. هذا اللي كنت عامل حسابه، أولاده وبناته مش رح يتركوها بحالها. أبو صلاح سكت له؟ أبو صلاح طلع من البيت، قال إيش عنده شغل. ما هو هذا اللي كنت خايف منه. مبسوطة يا ستي، شفتي شورتك، شفتي شو عملتي ببنتك، الله يسامحك. ماما، أبو صلاح بطلع كتير من البيت. شغل يا ماما، شغل. شو هالشغل اللي كل ليلة ماما؟ نهى، الست العاقلة ما بتسأل جوزها هيك سؤال. لو سألته هو ما بجاوبني. انت بس لو شفتي كيف ضرب ابنه سقط. هيك قلتيها، ضرب ابنه. هذا لأنه بحبك يا حبيبتي، بحبك. لا ماما، صار شكله زي الوحش، مش أبو صلاح اللي أنا بعرفه. لسه ما برد؟ جمال؟ ليش ما بترد؟ خليه يجيب فادي هون. قولي له شيء. مام قلت لك جيب فادي وتعال. وين راحت؟ شو بعرفني؟ ليكون غلطت معاها بالحكي. أنا إطلاقاً، وليش أغلط معاها أساساً؟ بس زي ما أنت عارف هي مش طيب، أنا من ساعة ما شافتني. طب وين راحت؟ ما شو بعرفني، بعرفش. أمنها؟ عندك؟ طب كيف تطلع من البيت بدون ما تحكي لي؟ الله يحميك يا حبيبي، سلامة قلبك. إن شاء الله الصورة بتطلع بكرة. إن شاء الله خير. حاسس بإشي حبيبي؟ لا، الصداع بيروح وبيجي. سلامتك يا حبيبي، سلامة قلبك. خليه عندي الليلة ينام. شو رأيك؟ ما بصدق. بيساعد. اسمعي يا أبو صلاح، احنا ما بعناك البنت. هو قال هيك؟ وأكثر كمان. طيب ليش ما استنيتيني لحتى أرجع على البيت؟ لأنه ما قدرت، ما قدرت. اسمعي يا أبو صلاح، بكرة ابنك بتبلى عليها. بقص لسانه، بقطع خبره. يا أبو صلاح، بنتنا مش للبيع، احنا مش جايبينها من الشارع. يا أبو صلاح، شوف لك صرفة مع ابنك يا أخي، سكنه برا. خلص، من الليلة بيروح ينام في الأوتيل وإنتي ارجعي على بيتك. أيوة، ابعد عن الشر وغني له. خلص يا نهى، خلص حبيبتي، ارجعي على بيتك. اسمع يا أبو صلاح، بدك توعدني ابنك ما بيعتب عتبة البيت، وإلا البنت في بيت أبوها. خلص، اللي بدها يا نهى بيصير. نهى حبيبتي، يلا ارجعي معي على بيتك، أنا ما بقدر أنام وإنت بعيدة عني. يلا يا ماما، يلا يا حبيبتي، هي أبو صلاح وعدني وأبو صلاح ما بخلف وعده. يلا حبيبتي، قومي مع جوزك. يلا، الوحدة ما إلها إلا بيت جوزها يا حبيبتي. يلا يا ماما، يلا يا قلبي، يلا حبيبتي، يلا. ليش ما بترد؟ وينك؟
مال صاحبي زعلان؟ مش شايف الضوء. شو اللي مزعلك؟ مخنوق. خير عمر؟ تعبان اخذك على الدكتور؟ دوائي مش عند الدكتور. عند مين؟ اعطيني تليفونك، بدي احكي مع خالتك ام انس. نسيت تليفوني بالمرفق. سلم عليها. الو. خذ شنطتك روح على الاوتيل. انت صدقتها؟ صدقتها بايش؟ هي ما قالت ولا اشي. يابا هاي البنت طمعانه فيك، افهم افهم. رب لسانك، روح على الاوتيل. ما سالتش حالك للحظه هاي البنت ليش اتجوزتك؟ بقول لك اطلع من البيت، بلاش اقطع خبرك. اسم الله عليه غفي وما حبيتها له. الآن يا خالته الآن وخايف. لا تخاف، كل الأطفال بمرضوا. ليلى لما كانت بعمره عذبت لي أكثر منه. والله لما دخلوه على جهاز التصوير قلبي من جوا سقط. توكل على الله، إن شاء الله ما في إشي بخوف. أنا مو مصدق والصبح يطلع. الله يطمنك عليه، الله يطمنك عليه. خالته ما بدي أوصيك عليها. فاتي بعيوني. الله يرضى عليك. مع السلامة. السلامة يا حبيبي. بسم الله عليك. سلامة قلبك يا حبيبي. تطردني علشان واحدة ما بتسوى. فعلا انك كبرت يا والدي ولحظة عقلك. وهيها حامل. وبكره بتكوش على كل اشي. شو اللي عم بصير؟ البضاعة اللي بتنزل بالسوق بتروح بسرعة والتجار بيطلبوا أكثر. أعطيهم. هيك بفلس. خسارتي أصلاً كبيرة، لإمتى بتضل أخسر؟ البقاء للأقوى، واللي بيصمد بيكسب. نفسي أعرف مين اللي بيشتري البضاعة. اسأل التجار. سألت، بيقولوا زباين. ما بتقدر تقطع البضاعة عن التجار، بروحوا لغيرك. ايش رأيك يعني؟ أفلس عشان أرض التجار؟ هذا سوق والبقاء فيه للأقوى. شو أعمل؟ البنوك حسابي مكشوف. بس لو اعرف مين اللي بيشتري البضاعة. دكتور كيف؟ ليش؟ يعني هالطفل صغير
من وين اجا؟ لا بسكر، لا بشرب سيجارة، لا بسهر. احكي لي بس من وين؟ اكيد الصورة غلط. يا اخي هدي حالك، وكل ربك وخلي ايمانك بالله كبير، العلاج موجود. علاج؟ اي علاج لهيك حالات؟ اي علاج لهيك حالات يا دكتور؟ خلص خلص بكفي، انا مش قادر اسمع ولا اشي. دكتور، انت متأكد انه هاي الصورة هي الصورة اللي صورتوها لابني؟ مش مصدق. حرام، طفل صغير هاد. عمي ابو نهى؟ مين؟ بنت خليل، كيفك يا عمي؟ الحمد لله. شو من امتى؟ الحاجة يا بنتي، خدي يابا اللي بدك اياه وعلى حسابي. ابوك طول عمره صاحبي وكنا بنشتغل مع بعض في البحر. والبحر اخده يا عمي. رحمة الله عليك. اللي بموت يا بنتي برتاح اذا في الموت راحة. مالك يا عمي؟ ايش في؟ خليها على الله، خليها على الله. مفيش حدا مرتاح. قول يا بنتي. مع السلامة يا عمي. الله يسلمك، مع ألف سلامة. هاي قصة معقدة ومش سهلة. ما هو علشان هيك أنا جيتك ومستعد أدفع اللي بدك إياه. متأكد من اللي بدك تعمله؟ طبعاً متأكد. بقولك الزلمة كبر وخرفن، مش مسؤول عن تصرفاته. يلزم نعمل فحص طبي ونثبت ادعائك، ويلزم شهود. شوف، أنت أعمل اللازم وأنا بدفع المطلوب. لازم أشوفه وأحكي معه عشان أعرف كيف أتصرف. أعطيني تليفونه. سجل عنده. خير يا جمال؟ مش خير. شوفي، طمني. سرطان يا ليلى، سرطان. جمال، طمن بالك. بفكروا البلد فالتة. طيب بما انه احنا بنعرفهم كلهم، ليش ما نلمهم ونخلص؟ ما بدنا الموزعين الصغار، هذول لبعدين. بدنا الراس الكبيرة، بنخلي الصغار كلهم تحت المراقبة لما نوصل لراس الحية. طيب حبيبي عيوني، يعني أنا بلزمني أوعي حمل. يا سلام،
طب أنا راح أخلي مصنع ملابس الحمل يشتغل إلك وبس. ألو، مين حضرتك؟ خير؟ محامي؟ بدو ياني ضروري؟ بكير مش بالعادة. هم كبير كبير يا سعاد. خير؟ أنا برضه كبير كبير، وإذا ما أطلع منها رح أعلن إفلاسي والبنك رح يحجز على كل ممتلكاتي. حرب السوق، حرب السوق يا سعاد. تعلن إفلاسك والبنك يحجز على ممتلكاتك، شو؟ شو القصة؟ ما عندي سيولة وما سددت القرض اللي أخذته الأخير. سعاد أنا ما إلي غيرك. أنا وأنت واحد. سعاد انتي عمري وحياتي. سعاد انا بحبك. وال وال، كل هذا عشان المصاري؟ لا بس سعاد انتي بتعرفي شو انتي بالنسبة لي. انا بحبك عن جد بحبك. بس انا لازم اعرف مين اللي محرك دعوة ضدي. اسرار، لانه لسه ما انرفعت الدعوة. أنا ما حدا إله عندي إشي، بالعكس أنا إلي عند الناس. وبعدين أنا ما بعتدي على حدا، ولذلك ما بسمح لحدا يعتدي علي. بس من حقي أعرف مين غريمي. أنا صعب أحكي لك يا سيدي. يا خبر اليوم بمصاري، بكرة ببلاش. على كل حال نتقابل بالمحكمة. أنا مش راح أرفع الدعوة. تفضل اقعد. يمكن محامي غيري. آسف اللي غلبتك. فعلا فعلا الدنيا آخر وقت، أخ من هيك زمن. بس دير بالك من اللي حواليك. هذا زرعك يا أبو صلاح، أحصد اللي زرعته. ابني أخ من هيك زمن، بس دير بالك من اللي حواليك. الزمن ما إله علاقة، الناس اللي خربت، الناس الملاعين، وانت أولهم. أنا أولهم. اللي زرعته بدي أحصده. ابني أقرب الناس إلي. هذا زرعك يا أبو صلاح، زرعك يا معلم، زرعي أنا بحصده، وشوكي أنا بقلعه. سلامة قلبك يا حبيبي، الله يشفيك. امتى رح يبدو معاه العلاج؟ بكرة ان شاء الله. انا باخذه على المستشفى. كتر خيرك، بس هذا ابني يعني لازم اكون معاه.
على فكرة احنا حددنا موعد العرس الخميس ان شاء الله. يا جمال مين قادر يفرح؟ فكر بفادي بس ما تفكرش بشي تاني، واذا على الحجز انا بلغي ما تهك الهم، اهم شي فادي يقوم بالسلامة. يا رب. كنت عند المحامي، ايش المطلوب؟ ليش هو حكى لك؟ سألتك سؤال محدد، ايش المطلوب؟ بصراحة يا والدي أنا ما كنت بدي توصل الأمور لهي الدرجة، بس أنت تسرعت. إيش؟ أنت تجوزت ومرتك هيها حامل، وبكرة راح تكوش على كل إشي. أنت على إيش خايف؟ خايف لأنها راح تكوش على كل إشي، وبصراحة أنت شخصيتك ضعيفة قدامها. لولا العيب والحرام كان قلت إنك مش ابني. يا والدي اخرس، اوعى تجيب الكلمة هاي على لسانك، ما بدي أشوف وجهك مرة تانية، وإذا شفتك بعد مك حياتك، فاهم؟ أعطني. اسمعني شو بدي أحكي لك قبل ما أسمع. أعطيني. ما بينفع. اسمعني. المعلم الكبير حاب يتعرف عليك، وانا كمان حاب اتعرف عليه. هو شو اسمه؟ كل شيء بوقته حلو. بعدين شو رايك يتعاون معنا انس؟ انس؟ نعطيه حصه مثلك مثله. واذا ما رضي؟ ليش ما يرضى؟ مش انت بتقول انه صاحبك؟ مش بس صاحبي، صاحبي وحبيبي وكل إشي. اسمع، انت من وين بتجيب البضاعة؟ لا تسأل. إذا بدنا نشتغل مع بعض ونتعاون كل شي بوقته حلو. شوف أنا بعرض عليه، منروح منشوفه سوا. ما بدي أعرفه ولا يعرفني، أنت اللي بتتعامل معه. طيب امتى رح تعرفني على المعلم الكبير؟ قلت لك كل شيء بوقته حلو. ابو صلاح شو مالك سرحان؟ بعدين ما حكيت لي شو كان بده منك المحامي؟ المحامي ما بده شيء. كيف يعني بيهم توجيه لك؟ كان ليش نداك؟ ابني يا نهى ابني، ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبني بابني. بيعاقبك؟ أقسى عقاب. مش فاهم عليك حبيبتي. قومي نامي واتركيني لحالي. كيف بدي احكي معه؟ مش لازم يعرف. انا باخد حصة انس. انس، رب اخ لك لم ترده امك.
انت ما بتحب تتاخر ولا انا ما بستاهل انك تحتفل معي؟ تفضل يا استاذ من غير مطرود. توكل على الله يا كفاري، توكل على الله. اهلا كريم. مرحبا عمو ماجد. اهلا وسهلا. انت في حدا مصلتك علي؟ ليش تاخرتي ماما؟ ما في حدا مره بده اياكي. ايوه يا سليم، كيف الشغل ماشي؟ حبيت اعمل لك اياها مفاجاه. سعاد ارجوك افتح الباب. بقولك طلعها. غبت وقلت عدولي. اصبر كم يوم والبضاعة كلها بتصير بين ايديك عشان نعرف نحكي براحتنا. الو انس. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خلص يا ليلى، بحكي لك خذي اجازه وروحي. هاي الزوجات ولا بلاش؟ طيب بنفع تاخذني معك عند اهلي وبس ترجع ارجع معك. اليوم وصلت الوالدي لبيت رايده. واخيرا. انا بدي بني يونسني. انا عيوني الك يا خالته.